قارئ تربى في بيت القرآن الكريم، وكلنا ننهل من هذه المدرسة ونتعلم فيها كيف يقرأ كتاب رب العالمين. تعيشون مع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وغواص في بحر النغم، فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع آيات مسك الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير الصابرين. واصبر 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 وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وإن عاقبتم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون بسم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم one
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى بسم علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى بسم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلالا والنهار إذا جلالا والشمس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس والقمر إذا تلاها والنهار
والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله.